السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديالكم، قناة أختكم سناء حنين. معكم أستاذة اللغة العربية بالنسبة للسلك ابتدائي. فيديو اليوم إن شاء الله نتمنى ينال الإعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك باش تدعموني وتشجعوني دائما نجيب لكم الجديد. كيف كتعرفوا فيديو اليوم نحن على الأبواب وباش نستعدوا لفروض المرحلة الأولى، لذلك اقترحت وقلت علاش لا ما نجيش بعض النماذج لبعض الجمل أو إعراب الجمل الإسمية. إذن فيديو اليوم ممكن يفيد المستوى الخامس ابتدائي، الرابع ابتدائي، والسادس ابتدائي، وممكن كذلك يستفدوا منه تلاميذ سلك الإعدادي وتلاميذ كذلك سلك الثانوي. مهم غنشوفو فقط أمثلة لأربع جمل إسمية كيف ما شفنا في الدرس ديال المستوى الخامس ابتدائي. ومهم بالنسبة تقريبا للسلك الابتدائي بصفة عامة أن الجمل الإسمية ممكن تتكون من مبتدأ وخبر. المبتدأ دائما يكون معرفة، يعني دائما يكون معرف ودائما يكون مرفوع، أما الخبر كذلك دائما يكون مرفوع، هذا وإن كان مفرد كما يظهر في هذه الجملة الباب مغلق. إذن كيفما قلت لكم وكما تلاحظون في الجملة أن المبتدأ دائما يكون مرفوع إلا في بعض الحالات. الباب مغلق، هنا الخبر مفرد. الكتاب فوق الطاولة، هنا الخبر جاء شبه جملة من الظرف. الذئب يأكل الخروف، هنا الخبر جاء جملة فعلية. أما هنا الغصن من الشجرة، هنا جاء الخبر شبه جملة من الجار والمجرور. وهناك نوع خامس وهو الخبر يكون جملة اسمية. إذن نفس الطريقة لإعراب هذا النوع. إذن سنكتفي فقط اليوم لكي لا أطيل عليكم في هذا الفيديو بإعراب نماذج من هذه الجمل، جملة من كل نموذج، بمعنى أربع جمل سنقوم بإعرابها جماعة خطوة بخطوة لكي تستفيدوا. إذا أعجبكم الفيديو واصلوه وشاهدوه إلى الأخير، وأتمنى لكم فرجة ممتعة. إذن لنبدأ على بركة الله ونكتب الإعراب للجملة الأولى، الباب. إذن كما قلت لكم الباب هنا جاء مبتدأ، كيف هو مرفوع؟ إذن نكتب مبتدأ مرفوع بماذا؟ علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. إذن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مغلق خبر كيف هو كذلك كما تلاحظون مرفوع وعلامة رفعه ما هي؟ تنوين ماذا؟ تنوين الضم. تنوين الضم كيف هو؟ ظاهر كما تلاحظون هنا، ظاهر على آخره. إذن كان هذا هو إعراب الجملة الأولى، ونفس الشيء نقوم به بأي جملة تتكون من مبتدأ وخبر وخبرها يكون مفرد. ننتقل الآن للجملة الثانية وهي الكتاب فوق الطاولة. إذن كما تلاحظون هنا الكتاب فوق الطاولة، نكتب الكتاب. الجملة الإسمية تبدأ بماذا؟ كما قلنا تبدأ بمبتدأ، كيف هو كما تلاحظون هنا مرفوع، نفس الشيء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هنا ضمة. ننتقل الآن للكلمة الثانية وهي فوق.
إذن كما تعرفون فوق فهي عبارة عن ظرف مكان، لأن هنا الخبر جاء شبه جملة من الظرف. إذن فوق إعرابها هي مفعول فيه ظرف مكان. فوق كيف هو؟ منصوب. إذا المفعول فيه هنا منصوب، وعلامة نصبه ما هي؟ فتحة ظاهرة على آخره، الفتحة الظاهرة على آخره. طاولة. طاولة. إذن فوق ماذا؟ فوق الطاولة، فوق الكرسي، فوق ماذا؟ إذن هنا لدينا فوق مضاف، إذن سنكتب وهو مضاف، ونواصل. طاولة كما تلاحظون ستكون مضاف إليه مجرور بماذا هنا، وعلامة جره، علامة جره الكسرة الظاهرة كما تلاحظون على آخره. إذن وكان هذا هو إعراب الجملة الأولى وإعراب الجملة الثانية. إذن نفس الطريقة لأي مثال لجملة تتكون من شبه جملة من الظرف، فقط التغيير غيكون في هنايا فوق، واش ظرف مكان أو لا ظرف زمان. نمر الآن لإعراب الجملة الثالثة. إذن الجملة الثالثة هي الذئب يأكل الخروف. إذن نبدأ بالذئب. إذن الذئب فهي كذلك مبتدأ. كيف هو؟ مرفوع. بماذا؟ الضمة ظاهرة على آخره. إذن كنزرب في الكتبة باش هكا ما نطولش عليكم الفيديو بزاف. الذئب. إذن دائما الجملة الإسمية قلنا تبتدئ باسم ماذا يسمى ذلك الاسم، مبتدأ، وكيف يكون؟ يكون مرفوع. ممكن نلقاو ضمير متصل، مثلا المعلم صادق، ممكن أن نقول أنت صادق. إذن هنا أنت رجعت إلى مبتدأ، نقول ضمير متصل مبني في محل رفع مبتدأ. يأكل هنا كما تلاحظون جاء الخبر جملة فعلية. إذن يأكل جملة فعلية تبدأ بماذا؟ بفعل. هنا كيف هو الفعل؟ فعل مضارع ماشي ماضي، إذا فعل مضارع. كيف يكون فعل مضارع؟ دائما مرفوع إلا في بعض الحالات إذا سبقته إحدى حروف أو أدوات النصب. فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة على آخره. مفهوم؟ إذا فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. من يأكل؟ الذئب. إذا فاعل ضمير كيف هو؟ مستتر. تقديره ماذا؟ هو. من هو؟ هو الذئب. يعني كترجع على الذئب، هاد الفاعل يعني هاد الضمير هو كرجع على الذئب. يا الخروفة أو الخروفة عفوا، هنا الخروفة جاء مفعول به منصوب بماذا كذلك، معنى علامة نصبه كما تلاحظون الفتحة الظاهرة على آخره. جيد. حد هنا جيد جدا، يعني بحال عندنا جملة اسمية في قلبها جملة فعلية، ولكن حنا الجملة الاسمية قلنا تتكون من ماذا؟ مبتدأ والخبر. أين هو الخبر؟ الخبر جاء جملة فعلية. إذا سنكتب والجملة فعلية في محل، كيف يكون الخبر؟ مرفوع، في محل رفع الخبر. إذا سهل إعراب، حد ما يبقى يخاف منه، فقط خصنا نكونوا عارفين غير القواعد ديالنا وكل شيء يجينا سهل. نمر لآخر جملة اللي كانت عندنا هنايا كيف ما كيظهر لكم، الغصن من الشجرة. إذا هنا من حرف جر،
هنا مينا، اذا كنقولوا مين، اذا التقى ساكنان فتح هنا ما سبق. اذا نبدا الجمله الاخيره وهي الغصن، نفس الشيء الغصن. الغصن جمله بمعنى جمله اسميه، فكذلك مبتدا مرفوع وعلامه رفعه شنا هي؟ ضمه ظاهرة على آخره. جيد جدا، أحسنتم. مينا حرف جر، ماذا مينا؟ إذن مينا حرف جر، كيف هو مبني على ماذا؟ مبني على السكون، وشرحت لكم علاش. إذن حيث التقى ساكنان، مينا شجرة، من الشجرة. إذن هنا من الشجرة، من الشجرة. إذن من الشجرة اسم مجرور بماذا؟ بمن، وعلامة ماذا؟ جره كسرة ظاهرة على، ها هي على آخره. كذلك نفس الشيء، أين هو الخبر؟ الخبر جاء شبه جملة من الجار والمجرور. إذن ونكتب وشبه جملة من الجار، أو نكتفي فقط شبه الجملة والمجرور في محل ماذا؟ رفع خبر. إذن كانت هذه الأمثلة ديال او نماذج من الامثله ديال الجمل الاسميه الاربعه كيف ما بان لكم هنايا. الباب مغلق، الكتاب فوق الطاوله، وياكل الخروف، الغصن من الشجره. اذا كان هذا هو الاعراب كيف ما كيظهر لكم هنايا. نتمنى فيديو اليوم يكون جد واضح، ولا عجبكم الشرح اللي درت لكم والنماذج ديال الاعراب اللي شاركت معكم، ولا عجبكم بحال هاد الفيديوهات ديال نتعرفوا على بعض نماذج للاعراب. ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالتكم، تعطوني الاراء ديالكم في هذا الفيديو، واي خطا وقعت فيه ممكن انكم تصحوه ليا من بعدياتنا كنتعلموا. واي استفسارات عندكم مرحبا بها. حد هنا سال الفيديو ديال اليوم، كنقول لكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم من خلال الضغط على زر لايك اسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد قناتي. وحد هنا كنقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو اخر، وفي امان الله.